اخواني اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم سباتافون. اليوم ان شاء الله غادي نقوموا بالمراجعه الكامله لاخر اصدارات شركه ريلمي 6، هذا المنافس القوي للهواتف الفئه المتوسطه. قبل ما ندخلوا في تفاصيل اكثر، كنتمنى من الناس اللي كيشاهدوا القناه لاول مره يتابعوا عندنا ويفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلهم كل جديد. ايضا كنتمنى من المتتبعين والمتتبعات يزيدوا يدعمونا بلي لايك. اذا قوموا بفتح العلبه. الوغ العلبه ديالنا كتاتينا على الظهر ديالها، كنلقاو لي باراميتر ديال التليفون، ايضا يعني البطاريه، نوع البروسيسور، الشاشه، الكاميرات الى اخره. نفتحوا العلبه ديالنا. كاينه هاد الابواط، الهاتف ديالنا، ياتي مع شاحن سريع 30 واط، وايضا كابل USB تيب سي. الان نقوم باكتشاف الهاتف ديالنا ريلمي 6. الوغ نحيدو هاد الاتيكيت. الوغ كيف كتلاحظوا عندنا هنا اللون الابيض. الوغ لاحظوا هنا هاد اللون الابيض البراق، تدرج ديال الالوان، يعني فريمون مذهل جدا. كيف كتلاحظوا هنا يعني ابيض اللي كيتدرج البنفسجي البرتقالي، ما عرفتش واش كيبان لكم في الكاميرا ولا لا. كيف كتلاحظوا واحد الاناقه ايضا في التصميم على غرار يعني الهواتف الاخرى في الفئه المتوسطه. نكتشفوا ايضا بسرعه شنو عندنا هنا وسط هذه العلبه. الو كاينه الابره الخاصه بازاله درج السيل، عندنا هنا دليل الاستعمال، وكاين ايضا هاد الغطاء من السيليكون. اذا نجو لاول حاجه في المراجعه وهي التصميم، يعني تصميم الهاتف جاء الهيكل من البلاستيك، يعني على غرار يعني الهواتف الاخرى في الفئه المتوسطه، يعني كان من الزجاج ولكن هو من البلاستيك الفخم اللي كيعطي واحد الملمس مثل الزجاج. بالنسبه للسمك، السمك هو 8.9 مليمتر والوزن 191 غرام، يعني ايضا التعامل هو محكم. الشاشه كيف كنشوفوا، يعني هنا عندنا الكاميرا الاماميه جات على اليسار على شكل ثقب، على اليمين عندنا هاد زر مستشعر البصمه مدمج مع زر التشغيل، على اليسار عندنا ازرار التحكم في الصوت، وايضا درج الخاص بكارت سيم، يعني فيه اثنان يعني دو كارت سيم مع لا كارت ميموار. في الاسفل عندنا السماعه الخارجيه، منفذ الشحن USB تيب سي، ميكروفون عزل الضوضاء، وايضا عندنا هنا منفذ السماعات 3.5 مليمتر. بالنسبه للكاميرات، الوغ كي كنلاحظوا هنا الكاميرات، يعني جات على شكل الكاميرات الرباعيه على شكل عمودي وفلاش ليد احادي. بالنسبه للشاشه، اذا الشاشه يعني هذه نقطه محسوبه للريلمي، بحيث ان معدل التحديث عندنا هنا 90 هرتز بارابور يعني الفئات الاخرى، الهواتف الاخرى في الفئه المتوسطه جاءت فقط ب 60 هرتز، يعني هذا اللي كيعطي فريمون واحد التجربه بصريه سلسه مع كل تمريره. اذا حجم الشاشه، بالنسبه لحجم الشاشه فهو 6.5 بوس من نوع IPS LCD بجودة فول اتش دي بلس، يعني الدقة ديالها هي 1080x2400 ميجا بيكسل بمعدل كثافة 405 بيكسل لكل بوس.
الشاشة محمية بطبقة زجاج غوريلا من الإصدار الثالث، يعني للأسف كنا كنتمنوا الإصدار الخامس على غرار الهواتف الأخرى، ولكن نتمنوا يعني الريلمي تحسن هذه القضية في المستقبل. بالنسبة للشاشة كيف قلنا، عفوا، المعالج هو من شركة ميديا تيك اللي هو هيليو جي 90، يعني هذا المعالج اللي معروف انه يعني كيعطي واحد الاداء جيد مع الالعاب الثقيله، وايضا كيعطي واحد السلاسه للبرامج خصوص اثناء التنقل. كذلك يعني جربنا فيه الالعاب يعني مثل بابجي، يعني ماشي في هدف هاتف اخر، يعني حوالي يعني ساعات كان يعني استنزاف البطاريه وايضا السخونه يعني مقبوله. بالنسبه للنسخه يعني كاين نسختين، كاين النسخه 4 في الرام و128 في التخزين، وكاين نسخه اخرى ب8 في الرام و128 في التخزين. بالنسبه يعني النسخه الموجوده حاليا في المغرب فهي 8 في الرام و128 في سعه التخزين. نظام التشغيل فهو اندرويد 10 مع واجهة الريلمي وي. فيما يخص الكاميرات، إذا عندنا الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجا بيكسل، وعندنا الكاميرا الثانية وهي للزوايا العريضة اللي كتأتي بدقة 8 ميجا بيكسل، وأيضا عندنا الزاوية الثالثة وهي البورتري وتأتي بدقة 2 ميجا بيكسل، وايضا الماكرو الزاويه الاخيره كتاتي بدقه 2 ميجا بيكسل. فيما يخص لا فيديو، الو هنا لا فيديو كيدعم التصوير بجوده الفوركا، الو كيف كتلاحظوا هنا، يعني جوده الفوركا بدقه 2160 بيكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانيه، كما كيدعم تصوير بجودة فول اتش دي بدقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 60 اطار في الثانية. كذلك كيدعم تصوير اتش دي بجودة اتش دي بدقة 720 بيكسل بمعدل 30 اطار او 60 اطار في الثانية. بخصوص الكاميرا الامامية يعني كتأتي بدقة 16 ميجا بيكسل. فيما يخص البطارية، السعة ديالها 4300 ميلي أمبير، يعني كدعم الشحن السريع 30 واط، يعني ما بين 0 حتى 90% في أقل من ساعة. إذا هذا فيما يخص يعني المراجعة بالنسبة لهاتفنا ريلمي 6. بخصوص الثمن، يعني الثمن في المغرب يتراوح ما بين 2800 و2850 درهم، يعني هو موجود في الأسواق المغربية وأيضا موجود في محل سباتا فون. كنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم، ما تنسوناش بلي لايك وأيضا لي كومونتير، يعني أي ملاحظة أو رأي كنرحبوا به. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الفيديو الجاي إن شاء الله.